بحمد الله مستعينا بالله ومتوكلا عليه تقدمت بأوراق ترشحي عن الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2024، متمنين من الله عز وجل التوفيق ومن الشعب الكويتي الدعم لاستكمال ما بدأناه من عمل تشريعي ورقابي بدأناه في مجلس 2022 واستكملنا جزء منه في مجلس 2023، المجلس الذي أنجزنا فيه الكثير رغم قصر المدة. إن شاء الله إذا الله وفقنا ووصلنا إلى قاعة عبد الله السالم مرة أخرى سنعمل على استكمال الخارطة التشريعية، لأن هذه الخارطة التشريعية ما هي مسألة لستة قوانين نقدمها حتى نقرها، بل هو نهج وعمل مؤسسي استطعنا من خلاله أن احنا نوحد الجهود ونخلي عمل البرلمان يكون عمل جماعي وليس عمل فردي، يكون هناك تنسيق، يكون هناك اتفاق على أولويات، ونتفق أيضا مع السلطة التنفيذية على هذه الأولويات، لأن لا يمكن. وأنا منذ ترشحت لأول مرة في انتخابات 2020 ذكرت هذا الأمر، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون العمل البرلماني عمل فردي، يجب أن يكون عمل جماعي. ولما أقول عمل جماعي ما هو فقط نواب مجلس الأمة يتفقون، نحتاج توافق نيابي، لكن أيضا نحتاج توافق مع السلطة التنفيذية لإقرار قوانين تهم مصلحة البلاد والعباد. نسأل الله التوفيق والسداد وشكرا لكم جميعا. الأكيد أن التوافق النيابي الحكومي والتوافق النيابي النيابي هذا أمر ذكرت أنه هو مهم وسنعمل عليه. من ناحية رئاسة مجلس الأمة يجب أن يكون من على سدة رئاسة مجلس الأمة شخص توافقي لا يميل لأي طرف ضد آخر، شخص محايد، شخص يستطيع أن يعمل على إيصال رسالة المجلس للقيادة وإيصال رسالة القيادة للمجلس، وأن يوحد الصفوف. ولا شك بأن الأكثر أهلية ويعني كفاءة لهذا المكان العم أحمد السعدون أبو عبد العزيز، إن شاء الله إذا الله وفقنا ونجحنا يصير اجتماع نيابي حتى نتفق على هذا الأمر. ما أعتقد أن أنا من الناس اللي تحتاج تسألني هالسؤال، بكل وضوح طبعا، يعني النطق السامي يسأل عنه الديوان الأميري، يعني أنا ما أقدر أفسر النطق السامي على حسب سؤالك. أنا أتكلم عن إنجازات المجلس، أتكلم عن الدور اللي قمنا فيه كدور تشريعي، السلطة التنفيذية هي من تدافع عن نفسها. أما نحن كسلطة تشريعية في مجلس 2023 قدمنا اقتراحات وأقرينا قوانين، وهذه القوانين لاقت استحسان القيادة السياسية بدليل أن القيادة السياسية أقرتها، ردوا قانون رد الاعتبار وقانون الإعاقة أو قانون ذوي الإعاقة ردوا لتكلفته المالية، لكن بقية القوانين جميعها أقرتها القيادة السياسية. ونحن بالنهاية كسلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية أو سلطة قضائية، جميع سلطات البلد نعمل تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد. يعني شوف حالة الأحباط التي تسود الشعب الكويتي حالة مبررة ومقبولة، لأن احنا اليوم في بداية 2024 أقل من 4 سنوات من 2000 من آخر انتخابات ب 2020 هذه الانتخابات الرابعة، فحالة الأحباط والتململ والتذمر اللي نشوفها من بعض أبناء الشعب الكويتي حالة مبررة ومقبولة. لكن عهدنا من الشعب الكويتي أن عند الشدائد وعند الحاجة يلبون النداء، فأنا إن شاء الله أتوسم خير بأن الشعب الكويتي سيلبي النداء لانتخاب من يراه الأصلح لتمثيله في قبة عبد الله السالم. يعني إحنا في مجلس 22 لما شكلنا المجموعة قلنا هي مجموعة وليست كتلة، والمجموعة معناتها ننسق مواقفنا ولا نتفق على جميع المواقف، بل بالعكس نتفهم اختلافنا في بعض المواقف وهذا لا يفسد للود قضية. أما في مجلس 23 لم نكن بحاجة لأي تجمعات كون أن 48 نائب كانوا متفقين على خارطة تشريعية وعمل جماعي يشمل جميع نواب المجلس. أما بالنسبة أن أنا أتحدث معارض الاستجواب والنائب الفاضل شعيب المجري يتحدث مؤيد الاستجواب، هذا ليس اختلاف. أنت لا تطالع وين كنا واقفين، طالع الخطاب اللي قلنا أثنيننا وجهنا نفس الخطاب، على الرغم من وجودي معارضا للاستجواب وهو مؤيد للاستجواب لكن وجهنا نفس الخطاب، لم نكن بأي شكل من أشكال مدافعين عن الحكومة بل مدافعين عن المجلس وإنجازاته، رغم وجود بعض القصور في الحكومة وهذا قلنا، رغم وجود بعض القصور في أداء بعض الوزراء إلا أنه يقوم بطريقة أو بأخرى وليس بعدم التعاون مع حكومة متعاونة معنا.